باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. دي الحلقة العاشرة من موضوع سر المعمودية المقدس، هنتكلم فيها عن الإيمان والصوم اللذان يسبقان المعمودية. يعني قبل ما الإنسان يعمد لازم يسبق هذه المعمودية أمران. الأمر الأول هو الإيمان، والأمر الثاني هو الصوم. في القرون المسيحية الأولى كان يلزم أن الإيمان يسبق المعمودية، فالقديس غريغوريوس النيسي يقول كل ماء مناسب للعماد شرط أن يجد إيمان الشخص الذي ينال المعمودية وتبريك الكاهن الذي يقدس. ويتحدث القديس باسيليوس الكبير عن أهمية الإيمان والمعمودية للخلاص، يقول المعمودية والإيمان هما طريقان للخلاص لا يمكن فصلهما، لأن الإيمان يكمل المعمودية والمعمودية مؤسسة على الإيمان، وكلاهما مؤسس على الأقانيم الثلاثة، لأننا آمنا بالآب والابن والروح القدس، لذلك نحن نعتمد باسم الآب والابن والروح القدس أولا بالاعتراف بالإيمان الذي يقودنا إلى الخلاص، وثانيا بالمعمودية التي تتبع الاعتراف وهو الختم الذي يختم قلوبنا. أما عن الإيمان الذي يسبق المعمودية فليس هو ذاك الإيمان الفكري النظري عن الله، فهو بالقطع لا يكفي للخلاص، بل ولا يفيد شيئا على الإطلاق، لأن الشياطين أنفسهم يؤمنون ويقشعرون. والكتاب المقدس لا يعرف هذا النوع العقلاني من الإيمان، بل كل حديثه هو عن الإيمان النابع من القلب وليس الفكر. يعني الإيمان الذي يختبر، الإيمان الذي هو نفسه عمل من أعمال الله. لما الجموع سألت السيد المسيح تقول له ماذا نفعل حتى نعمل أعمال الله، السؤال هكرره تاني، بيقولوا له ماذا نفعل حتى نعمل أعمال الله، أجاب قائلا هذا هو عمل الله أن تؤمنوا بالذي هو أرسله. هذا هو الإيمان العامل، الإيمان بعمل الله. الإيمان هنا هو فعل وعمل إيجابي وليس مفهوما نظريا. الكتاب المقدس بيقرن دائما بين الإيمان والعمل، كقوله متذكرين بلا انقطاع. فالإيمان هنا فعل وعمل إيجابي وليس مفهوما نظريا، ويقرن الكتاب المقدس دائما بين الإيمان والعمل كقوله متذكرين
بلا انقطاع عمل إيمانكم وتعب محبتكم وصبر رجائكم ربنا يسوع المسيح. واضح هنا أن محبة المسيح يكون التعبير عنها بتعب المحبة، والرجاء في المسيح يكون بالصبر وانتظار الرب، والإيمان بالمسيح يكون بالعمل بوصايا المسيح زي ما بيقول القديس بولس الرسول: لكي يهتم الذين آمنوا بالله أن يمارسوا أعمالا حسنة. ويعتب القديس بولس أيضا على الذين يعترفون بأنهم يعرفون الله معرفة عقلية ولكنهم بالأعمال ينكرونه. والأعمال في رسالة القديس يعقوب الرسول هي ثمرة للإيمان بالمسيح، وإلا تحولت إلى سلوكيات وأخلاقيات اجتماعية راقية يشترك فيها الجميع. بل إن الشهادة للمسيح بالقول هي فعل إيمان. الشهادة للمسيح بالقول هي فعل إيمان. يقول القديس بولس في رسالة كولوسي: وكل ما عملتم بقول أو فعل فاعملوا الكل باسم الرب يسوع شاكرين الله الآب به. أنت تؤمن أن دم المسيح وحده يخلص من كل خطيئة، هذا جيد، ولكن إن لم تسعى لتحصل على هذا الدم الكريم فكيف تخلص؟ دم المسيح كائن على المذبح في الكنيسة، فهل يستطيع إيمانك بدم المسيح أن يخلصك بمعزل عن الكنيسة؟ وهل تستطيع أن تقترب إلى المذبح في الكنيسة قبل أن تولد من رحمها؟ إذن الإيمان بدم المسيح للخلاص ليس فكرة نظرية بل فعل قلبي، لأنك إن اعترفت بفمك بالرب يسوع وآمنت بقلبك وليس بعقلك أن الله أقامه من الأموات خلصت. في المقابل كل من اعتمد للمسيح وتقدم إلى المذبح للتناول من الأسرار الإلهية بدون إيمان قلبي لا تفيده أعمال هذه شيئا. بالإيجاز، كل إيمان بمعزل عن الكنيسة لا يخلص. إن كان تدبير الله لحياة الإنسان كلها مبني على الإيمان زي قول رسالة روميا: أما البار اللي تبرر بالإيمان بيسوع المسيح فبالإيمان يحيا، إلا أن حفظ هذا الإيمان حتى النهاية هو في حد ذاته عمل إيمان زي ما بيقول القديس بولس في رسالته الثانية إلى تلميذه تيموثاوس: قد جاهدت الجهاد الحسن، أكملت السعي، حفظت الإيمان. حفظ الإيمان هنا هو عمل في حد ذاته. وإزاء الفصل بين الإيمان والأعمال لا يمكننا أن نفهم
قول الرسول بولس: جاهد جهاد الإيمان الحسن. فهذا مستحيل طبعا، لأن الجهاد الذي يتكلم عنه الرسول هو جهاد من داخل الإيمان وليس جهادا مفصولا عنه. يقول القديس بولس الرسول: آمن إبراهيم بالله فحسب له برا. والقديس يعقوب الرسول يقول: ألم يتبرر إبراهيم أبونا بالأعمال إذ قدم إسحاق ابنه على المذبح؟ فهل هناك تناقض بين قول الرسولين؟ حاشا، لا يمكننا أن نعزل إيمان إبراهيم عن عمله الذي أظهر إيمانه. فإن قلنا إن الإيمان قد برره لا نخطئ القول، عالمين أنه إيمان قلبي حي تأكد بفعل وعمل. وإن قلنا إن الأعمال قد بررته، نوقن أننا نتكلم عن عمل الإيمان، أي العمل النابع من الإيمان. إذا نخلص إلى القول أن الإيمان العامل، الإيمان الفاعل، كان يلزم في العصور المبكرة أن يسبق المعمودية. الأمر الثاني أنه كان يلزم الصوم السابق للمعمودية، كما كان يلزم أن الإيمان يسبق المعمودية كذلك كان يلزم أن يسبقها الصوم. ولا تتحدث كتب الطقس الحديثة في الكنائس الشرقية الآن عن أصوام يلزم أن يمارسها طالب المعمودية كأعداد سابق لمعموديتهم، ولكن كتاب الترتيب الكنس المصري اللي كتب في أوائل القرن الثالث الميلادي، وأيضا قوانين هيبوليتوس المصرية الأصل والتأليف اللي مكتوبة في أواخر القرن الخامس، إلى جانب التقليد الإثيوبي، تشير كلها إلى أن منح المعمودية كان يسبقه صوم لمدة يوم أو يومين في البداية، وهو تقليد يرقى إلى القرن الأول الميلادي كما نقرأ ذلك في الديدخي، أي تعليم الرسل، في الفصل السابع منها. يقول: قبل المعمودية ليصم المعمد والذي يعتمد ومن يمكنه ذلك من الآخرين، ووصي الذي يعتمد أن يصوم يوما أو يومين قبل المعمودية. هذا هو نفس ما يقول الشهيد يوستينوس: كل الذين يؤمنون بأن هذه الأمور صحيحة ويعدون بأن يعيشوا بالتقوى حسب وصايا ديانتنا يتسلمون أولا أن يطلبوا من الله الصفح عن خطاياهم القديمة بالصلوات والأصوام، حتى نحن أيضا نشترك معهم بالصلوات والصوم. وإن اشتراك الكنيسة بأسرها في الصلاة والصوم مع المقبلين إلى المعمودية هو دليل حياة حقيقية تسري في كيان الجماعة كلها، لأن مؤازرة المؤمنين للغروس الجدد التي لم تقبل الإيمان بعد، مؤازرتهم بالصلاة والصوم
هو مؤشر جلي أو واضح عن قوة وحرية عمل الروح القدس في الكنيسة. أما اليوم فبعد أن صارت المعمودية تمنح لأولاد المسيحيين بطريقة آلية، فقد ضعفت أو توقفت أعمال الصلاة والصوم من أجل غير المؤمنين، كي يفتح الرب قلوبهم فيقبلوا إلى النور ويعرفوا الطريق الحقيقي إلى الحياة. ولقد ذكر كتاب عهد الرب أن يومي الصوم هما الجمعة والسبت قبل الفصح، قبل عيد القيامة، بينما يشير كتاب المراسيم الرسولية المكتوب في النصف الأول من القرن الرابع يشير إلى صوم من يريد أن يقتبل المعمودية ولكن بدون أن يحدد فطرة هذا الصوم، فيقول: وقبل المعمودية فليصم الذي يعتمد. ويقول أيضا: فأما الذي يعتمد فيجب عليه أن يصوم أولا وحينئذ يعتمد. ولقد أشار القديس كيرلس الأورشليمي إلى أنه يلزم للمتقدمين للمعمودية الصوم لمدة 40 يوما مع الاعتراف بالخطايا. أما القديس يوحنا ذهبي الفم ففي عظة له ألقاها على الموعوظين في كنيسة أنطاكيا سنة 387 ميلادية، وكذلك في عظته العاشرة على شرح إنجيل القديس متى، والتي ألقاها في أنطاكيا أيضا سنة 390 ميلادية، قد أوضح أن جميع الموعوظين ومعهم كل المؤمنين ملزمون بصوم 40 يوما، مشيرا إلى توبة واعتراف يجب أن يسبق المعمودية. ونعرف من القديس جيروم أنه قد اتسع نطاق استخدام الأصوام وممارساتها في كل الكنيسة الجامعة. وتذكر القوانين المصرية وهي قوانين هيبوليتوس اللي بترجع لأواخر القرن الخامس الميلادي، تذكر أن الذين يتعمدون فليستحموا بالماء يوم الخميس من الأسبوع ويأكلوا ويصوموا الجمعة. وبعد قليل امتد الصوم ليشمل الأسبوع السابق ليوم المعمودية استعدادا لها، كما تشهد بذلك القوانين الكنسية المصرية المنسوبة للقديس باسيليوس الكبير والتي تعود إلى أوائل القرن السادس الميلادي تقريبا. هكذا نلاحظ أن المراحل التاريخية التي عبر عليها نظام الصوم في الكنيسة الجامعة قد اقترن عن قرب قريب بالمعمودية المقدسة كأعظم حدث يجوز الإنسان الراغب في الانضمام إلى شركة الكنيسة المقدسة ليصبح عضوا حيا فيها. هذا الحدث العظيم كان يلزم أن يتهيأ له بصوم، والتقليد القديم المستقر في الكنيسة هو أن قبول الأسرار الكنسية عموما لا بد أن يسبقها فترة صوم كتهيئة روحية، حتى وإن كان الصوم الذي يسبق المعمودية أو غيرها من الأسرار لا يتعدى أحيانا بضع ساعات، وذلك بعد أن تعمم وانتشر تعميد الأطفال وقل
أو نظر تعميد البالغين. ولا زالت الكنيسة القبطية تمارس سر المعمودية في حالة صوم للمعمد والمعتمد كلاهما معا. بكده نكون ألقينا بعض الضوء على أهمية الإيمان الذي يسبق المعمودية وأهمية الصوم الذي يسبق المعمودية أيضا. ولإلهنا المجد الدائم إلى الأبد. آمين.